يعني ايه المطلوب دلوقتي؟ تبدلها لنا ببت تانية، احنا جايبين واحدة نشحت بيها ولا نصرف على علاجها. اسف، البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل الا اذا كنتوا هتدفعوا فرق نص عمولة. ماشي. كله يثبت مكانه ولا حركة. الحمد لله، هم دول اللي خطفونا. انت فارس صح؟ ايوة. انا وانا كريم، محدش سأل عني. هو انتوا بلغتوا عنا ليه بس كده؟ ده احنا بنحبوكوا. كدابين يا فندم، دول عصابة كبيرة. تمام تمام، كله حيبان في التحليات. اخس، انا اتمسك بعد سنين الخبرة دي كلها ماليش حق. انا ماليش دعوة بيهم، هم اللي الكلام ده تقوليه قدام النيابة. يلا قدامي. ايه؟ لقوا فارس؟ يا ما انت كريم يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا ارحم الراحمين. الحمد لله. امي امي يا حبيبي يا كريم، ليه يا حبيبي عملت كده؟ معلش يا امي، انا اسف. انا اللي اسف يا حبيبي، انا ما بنامش، بدور عليك كل يوم وفي كل حتة. انا لقيت شغل خلاص، وهترجع المدرسة من بكرة. بجد؟ طب و... رفعت عليه قضية والحكومة حبسته خلاص. انت اهم حاجة في حياتي. انا بحبك قوي يا امي. مفيش حاجة في حياتنا اهم من ولادنا. الاطفال ملهمش اي ذنب انهم يتعرضوا للقسوة دي. عندك حق، شكرا يا حضرة الضابط. بنتي مي. بابا. يا حبيبتي يا بنتي. ياه، اخيرا اتكلمت. يا حبيبتي يا بنتي، حصل لها ايه يا فندم؟ حادثة بسيطة والحمد لله احسن دلوقتي. انا مش هلعب بعيد عنكم تاني ابدا يا بابا. شفتي بقى اللي حصل؟ انا اسفة، انا اسفة يا بابا. طب يلا يلا بينا، دي مامتك مموتة نفسها من العياط عليك. يلا يا حبيبتي يلا. كده يا فارس، مش انا منبه عليك ما تمشيش لوحدك في الشارع وما تكلمش حد غريب؟ اني اسف يا ابويا. الحمد لله على سلامتك يا دنايا. اني هموت من الجوع يا امي، بقالي يومين ما اكلتش حاجه. حالا حالا يا حبيبي. عجبك كده يا فارس؟ ضيعت لنا وقتنا كله اليومين اللي فاتوا عمالين ندور عليك. مش اني قلت لك ما تمشيش لوحدك يا فارس؟ ومن امتى احنا بنكلم حد غريب؟ ها؟ معلش يا ولاد، سيبوه يستريح الاول وبعدين نبقى نفهمه غلط. استريح مين؟ اني هاكل وننزل سوا نلف على البلد حته حته. ليه بقى يعني؟ ها ليه؟ صوري ماليه الشوارع، ده ولا كاني نازل الانتخابات.